عند الصليب، أنت موضع خلاصي مع يسوع الحبيب. أتي وأنحني قدام الغالي، أتي وأنحني قدام الغالي، أنا الفاخر سواء من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مرة أخرى حبيبنا جمعنا حواليه، اللي بيحبنا واللي فدانا واللي ماشي معانا مشوار غربتنا، هو معانا الآن وكل أوان. يدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسير الله معانا، حاضر في وسطينا، المحب الأنزخ من الأخ. اللي ممكن يسد كل احتياج، يسوع المسيح المخلص، وليس بأحد غيره الخلاص. يسوع المسيح الطريق، وليس طريق آخر يؤدي للحياة الأبدية. هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويخرج ويدخل ويجد مرعى. مسيحنا في وسطينا، ارفعوا له ذبيحة حمد وشكر تليق بجلاله، ومنتظر يسمعنا. يصر بانه يسمع اصواتنا، اللي له حاجه يطلبها منه، اللي له حاجه يطلبها منه، عنده استعداد يستجيب كل طلبه. حاضر بشخص في وسطينا، كرامه ومجد ليك. عند الكرامه والغنى قنية فاخرة وحظ. افتح عيوننا كلنا، عيون إيماننا، نشوفك ونتمتع برؤياك، وصوتك يملأ أذاننا وقلوبنا، ونفرح بيك وتفرح بينا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. تعبان يقول له ريحني، مريض يقول له شفيني، المهموم يقول له شيل عني، والحزين يقول له عزيني. عنده استجابة لكل طلبة، مدينا ودن، حتى اللي ما بيسألوش يقول أصغيته إلى الذين لم يسألوني. كرامة ومجد ليك،
بتحبنا بتحبنا، ساعدنا نحبك من نوع حبك. تعالى يا روح الله املانا بالمحبة، محبة ربنا ومحبة لكل أحد. املانا بالمحبة، املانا بالمحبة يا رب، املاني بالمحبة واسر أنت أمامي، املاني بالمحبة واسر أنت أمامي، املاني بالمحبة واسر أنت أمامي، لتحيا أنت فيا ولا أنا الأناني، لتحيا أنت فيا ولا أنا الأناني، حتى يراك الكل فيا وفي إيماني، حتى يراك الكل فيا وفي أعمالي، حتى يراك الكل فيا وفي أعمالي، وملاني بالمحبة واسر أنت أمامي، وملاني بالمحبة واسر أنت أمامي، املاني بالمحبة واسر أنت أمامي، كرامة ومجد ليك، فرح كل قلب ساجد بين إيديك أنت، اسمح واستجيب كل طلبة لعبيدك وعبداتك، اعمل عمل جديد في وسطينا يا رب، اعمل عمل جديد في وسطينا يا رب، اصنع آيات ومعجزات بحسب وعدك. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات، أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. كل المرضى الآن يا رب عبر إليهم بلمسة شافية، كل اسم طلبوا ان احنا نصليه له، مش هقول ان الأسماء كتير، زور عبيدك وعبداتك وأمر بالبركة والشفاء الآن، واللي حالتهم حرجة يا رب المس لمسة شافية، إلى طب احتاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا إني ما فيش زيك، الأطباء احتاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا إني ما فيش زي، أنا عايزك أنت
يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات على ذاتك فوستيما وارفع وجهك علينا وفرحنا وعزينا حاجتنا شدينا إليك حاجتنا شدينا إليك ملنا شغيرك ملنا شغيرك ملنا شغيرك ملناش غيرك يمسك الدفة خليك ماسكها لحد ما ترسينا مركبنا ماشية ورايحة المينا والأمواج عالية من حوالينا مركبنا ماشية ورايحة المينا والأمواج عالية من حوالينا ملناش غيرك يمسك الدفة ملناش غيرك يمسك الدفة خليك ماسكها لحد ما ترسينا كلموه حاضر ليبارك حاضر ليفرح حاضر ليغني حاضر ليشفي عنده استجابة لكل طلبة في مشوار الغربة ما فيش زيه رفيق وسط التعب هو وحده اللي ريح هو النور الحقيقي وحده اطلبوه اطلبوه بكل ثقة بيحب كل أحد كل إنسان ساجد بين إيديه الآن المسيح بيقول له أنا بحبك فلان وعلان وخلافه كل واحد وكل واحدة المسيح بيحبنا من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان بيحبك خاطئ وغرقان في الخطية برضه بيحبك رافض المسيح وبتجدف عليه برضه بيحبك ومادد إيده لينا لكل أحد مدد ايده لكل احد الان عايز يا رب عايز يخلص كل احد عايز يخلص كل احد مش عايز حد يهلك مش عايز حد يهلك بيترجاك بيترجاك يا كل نفس بيقول افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي
لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إلي أتعشى معه وهو معي. هذا الليل ببيت اقرع وطوبى للي يسمع، هذا الليل ببيت اقرع وطوبى للي يسمع، ويتوب توبة من قلبه توبة من غير رجوع، ويتوب توبة من قلبه توبة من غير رجوع. يلا كلنا لنفس واحدة نقول سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، عيوننا بتترجاك مليانة بالدموع، عيوننا بتترجاك مليانة بالدموع. بنشكرك لأنك بتحبنا محبة أبدية، محبة الإنسان ما يعرفهاش، لأن لديها مقياس لا طول ولا عرض ولا علو ولا عمق. استلم جلستنا، كل نفس ساجدة بين إيديك، أؤمر بالبركة للجميع، وبنرفع إليك ذبيحة حمد وشكر تليق بجلالك، لك كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. ودلوقتي زي ما احنا متعودين بناخد تأمل بسيط للمنفعة. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. بنسمي مثلا القديس الأنبا أنطونيوس بنسميه إيه؟ حد يقول لي؟ بنسميه إيه؟ كوكب البرية. بنسميه ايه؟ كوكب البرية. يعني ايه كوكب البرية؟ كوكب يعني نجم، نجم. وبعدين ده روح من زمان، نجم ازاي؟ دانيال النبي بيكتب كلمتين في ختام كتابه، بيقول والفهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور، كالكواكب إلى أبد الدهور. أقول تاني، الفهمون يضيئون كضياء الجلد، الجلد يعني السماء أو القبة الزرقاء دي. الفهمون يضيئون كضياء، يعني محدش مش هيشوف القبة دي ولا السماء، كل عين تشوفه.
الفاهمون يضيئون كضياء الجنة، والذين ردوا كثيرين إلى البر. يعني جابوا ناس للإيمان، توبوا خطاه، اشتغلوا مع المسيح. الذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. يعني إيه؟ تعالوا نشوف. الفاهمون يعني الناس العقلاء الحكماء، يضيئون كضياء الجلد، يعني يبقوا زي السماء كده كل عين شايفاهم. يعني ايه؟ في انسان يموت وراح لحاله، ولا حد لا دريان بيه ولا له ذكر، وياما ملوك على مدى الأجيال، ملوك جلسوا على كراسي ومحدش يعرف أساميهم وراحوا، وياما ناس على مدى الأجيال طواهم الزمان وضمهم التراب ما لهمش ذكر. لكن ليه أنا ذكرت الأنبا أنطونس في الأول وقلت إن اسمه كوكب البرية؟ ليه؟ كوكب يعني نجم. قطعا في أيامه ولما كان عايش على الأرض قديس الكل عارفه، صانع آيات ومعجزات، القديس الأنبا أنطونس. بعدين روح زي كل اللي هيروحوا أو اللي روحوا، روح لكن ذكراه وسيرته هل يا ترى انتهت؟ لا، ده سيرته على مدى الأجيال بتربح نفوس وتتوب نفوس. والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. يبقى في ناس هيعيشوا هنا أو عاشوا وروحوا وطواهم التراب وطواهم النسيان، لكن في ناس زي القديس الأنبا أنطونيوس وغيره دول كالكواكب إلى أبد الدهور. النجم ده بيغيب؟ لا، كل يوم نشوفه. وارجع ايه معنى الكلام ده؟ الذين ردوا كثيرين الى البر. الناس اللي اشتغلوا مع المسيح له كل المجد، قبلوه فادي ومخلص، ملك على حياتهم، مسك الدفه، ينطق على السنتهم، اشتغلوا معاه، اشتغلوا معاه. المسيح له كل المجد. ايه شغلتك؟ قال انا المخلص، ويريد ان الجميع يخلصون، واللي يشتغل معايا يخلص نفوس ويرد كثيرين. جيبهم للايمان، جيب الخاطي يرجعه للتوبه. ده الانسان المسيحي المطلوب، ده اللي يعيش في أيامه إنسان قديس ومبارك، ممكن يكون صانع آيات ومعجزات واسمه على كل لسان. وبعدين روح، ولما روح ذكراه ما انتهتش، لا بالعكس، كالكواكب إلى أبد الدهور. زي ما هو مكتوب معلمنا يعقوب بيقول: أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد، يعني واحد ضال فرده أحد، فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. وهنا هقف شوية
على وظيفة الإنسان المسيحي. الإنسان المسيحي، وأنا مش بوعظ، ده أنا بقول كلمتين لمنفعتي أنا ومنفعة اللي حب يسمع. الإنسان المسيحي موجود ليه في الدنيا؟ موجود ليه في الدنيا؟ لا موجود عشان يأكل ولا يكسب ولا يبني ولا يعلي ولا أم اللي هيسيب الدنيا واللي عليها. ده كل ده بيتم عشان يأكل لقمة عيش، يأكل لقمة عيش وهو ماشي بيخدم المخلص. يعني فلان بيشتغل كذا، أي وظيفة، الوظيفة دي بياكل منها لقمة، لكن شغلته الأساسية خدام للمسيح. ده المسيح الحقيقي. والنهاردة المسيح له كل المجد، بيكلمنا، بيوقفنا واقفة واقفة قدام ربنا لغاية النهاردة. وأنا بسمع وأنا بسمع، عملت إيه للمسيح؟ يا ترى أنت رابح للنفوس وبحكمة، ولا عايش ملهي في بطنك ورا شهواتك؟ معلش سامحوني، النهاردة المسيح له كل المجد لأنه بيحبنا، بيحبنا مش عايز حد فينا يهلك، بنور الطريق قدامنا، مادد إيده عايز يمسك إيدينا، عايز يمشينا في السكة السليمة، عايز يستخدمنا، عايز يشتغل معانا وبينا وبينا ويربح نفوس، عايز يشتغل فينا وبينا، عايز يربح، عايز يخلي أيام غربتنا نفعخ، مش نعيش لحساب الجسد والشهوات. النهاردة بيكلم كل واحد وكل واحدة فينا، كل واحد وكل واحدة فينا. هل يا ترى انت دلوقتي في ايام غربتك زي النجم ده؟ ولما هتروح هتبقى زي النجم ده كالكواكب الى ابد الدهور؟ ولا مالكش ذكرى وان ذكروك يذكروك في الامور اللي لا تمجد اسم الله؟ المسيح من شفقته علينا ومن محبته لينا عايز يمسك ايد كل واحد ويقول له تعالى سكه من هنا، سكه لتوصل، اشتغل معايا. يا سلام، اشتغل معايا، حد يطول يشتغل مع المسيح، كرامه ومجد ليك. ده لما انسان بيلاقي وظيفه لها قيمه ولا عند حد له قيمه بيقول انا بشتغل مع فلان، انا عند علان، ولا لما يعرفه أو يصاحبه أو يصيح يا. وإحنا المسيح له كل المجد، المخلص مدد إيده، عايزك تحط إيدك في إيده تشتغل لحسابه، والأجرة حياة أبدية، والأجرة حياة أبدية، وكل أجرة غير أجرته للهلاك. العائل يحط ايده في ايده دلوقتي يقول له هشتغل معاك، هشتغل معاك، تعال يا روح الله املك، يا روح الله املك وسود وشغلنا لحساب رب المجد. المسيح قال عنك يا روح الله ذاك يمجدني، فاحنا عايزينك يا روح الله تملك علينا وتسود علينا وتستخدمنا لمجده، كرامة ومجد ليك يا روح الله. املكنا وباسم يسوع اطلقنا يا روح الله، املكنا وباسم يسوع اطلقنا فوق الجبال، سكننا يا روح الله وفي كل الأحوال، مسكنا إمله يا روح الله فوق الجبال، مسكنا يا روح الله
فوق الجبال سكننا يا روح الله، فوق الجبال سكننا إلى مدى الحياة، وفي كل الأحوال مسكننا املأ يا روح الله، يا روح الله املكنا وباسم يسوع اطلقنا، يا روح الله املكنا وباسم يسوع اطلقنا، عشان نكون كالكواكب. ده مش مجهود شخصي ولا عمل بشري ولا وسائط عالمية، المجهود والعمل والواسطة هو الروح القدس، هو الروح القدس. اللي ما امنش بالمسيح يقبله، واللي مش تايب يتوب، وتعالوا كلنا نمسك في الروح القدس، روح القوة، روح الشهادة، روح القداسة، روح المجد، كرامة ومجد ليك. الحل في ملء روح الله، ملء روح الله هو اللي يخدم فينا وبينا، هو اللي يشهد على ألسنتنا، هو اللي يبكت القلوب ويأثر في النفوس، وهو اللي يمجد اسم الملك المسيح. والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. والنهاردة يسوع المسيح له كل المجد بيكلمنا، هل يا ترى مستني نهايتك؟ بلاش أنت، يعني الإنسان يدفن في التراب وراح لحاله ولا ذكرى ليه، ولا عايز تبقى إنسان في باقي أيام غربتك نور، ونورك يفضل ينور إلى أبد الدهور. آمين. لإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. ودلوقتي مع تليفوناتكم نعم، مش سامع. نعم مش سامع. معنا منال. منين منال؟ من ابنوب. من ابنوب يا ابونا. ايوه منال، ازيك يا ابونا؟ عامل ايه؟ منال منين؟ منال من ابنوب. منين؟ منين؟ أبنوب محافظة أسيوط. أبنوب، أبنوب الحمام. أيوه يا أبونا. أيوه يا منال، تفضلي. أمتي تعبانة والله يا أبونا، صليلها. بس ما تحلفيش طيب. أه؟ بقول ما تحلفيش. ماشي يا أبونا. مين اللي تعبان؟ أمي. أمك؟ تعبانة، صدرها وجعها. ألف سلامة، نصلي لأمك. حاضر. وإيه تاني يا منال؟ أقولي أصلي أقولي إيه؟ أصلي أقول إيه؟ ربنا يشفيها. خلاص يا رب اشفي أم منال. طب وإيه تاني؟ وحللنا عيالنا يا أبونا. ويخلي لنا عيالنا. وايه تاني؟ بس يا ابونا، بس بس، مش عايزه حاجه في السماء. ربنا يسامحنا يا ابونا. ربنا يسامحنا. ربنا يسامحنا. انتوا عايشين حياه توبه وبتعترفوا وتتناولوا يا منال؟ ايوه يا ابونا،
بس بنروح ضنين يعني الكنيسة. ضنين وفي خطايا يا منال؟ في كتير يا هونا، كتير خطايا كتير، لازم نتوب عنها يا منال دلوقتي. ماشي يا بونا، لازم نتوب دلوقتي. كلمي المسيح تقولي له ايه؟ سامحنا يا رب. ايوه سامحنا يا رب، انا خاطية وعايزة اتوب يا عايزة اتوب يا رب. نعم عايزة اليك. يا سلام، بركة يا بنتي، بركة يا رب. الرب فرحان بصلاتك وقابل توبتك، ومن النهاردة حياة جديدة يا منال. نتوب عن أي خطيئة. أمين أمين. وربنا يمد إيده ويشفي أمك. تفضلي. أيوة معنا ريتا من السويد. مساء الخير أبونا. مساء النور. شكرا أبونا. أبونا أنا محتاجة صلاة لعائلتي كلها، لأن أخوي مات قبل شهر. ربنا يعزيك. أنا محتاجة صلاة لماما بابا وأختي. ربنا يعزيكم يا بنتي. أيوة شكرا أبونا. وكمان محتاجة صلاة لخالي، هو تعبان قوي. خالي اسمه شمشون وهو تعبان قوي. بس كده ابونا بشكرك كتير. وانت مش عايزة حاجة من المسيح؟ انا عايزة المسيح يغفر لي كل خطايا. قولي له يا يسوع اغفر لي يا يسوع، ما عندي غيره بس هو بس. وتوبة من النهاردة. وتوبة أنا من بتوب من النهاردة. توبة أكيد أكيد. أمين من النهاردة توبة. أمين أمين. ربنا معك. أرجوك أبونا بس صلي لماما وبابا، هم تعبانين قوي. حاضر نصلي. ربنا يعزيكم. حاضر تفضلي. معانا بنت الرب من الجيزة. قبل العيادة سابونا. أيوة أنا بنت الرب من الجيزة وبطلب الأسرة اللي بتصلي لي. ليه؟ أنا بتقدم لي ناس كتير قوي جدا، يعني عشان كتير قوي، وكل ما حد يتقدم لي وسابونا برفض وأبقى مخنوقة وأقعد أعيط كتير. ما بطلش أي حد يتقدم، يعني طب ما فيش عرفان أبقى مرتاحة، وعلى ما حد يجي يتقدم لي او اسمع حد يتقدم لي ابقى مخروقه واقعد اغير كتير. ورحت لاباء كهنه كتير وصلوا لي، وفي اباء كهنه قالوا لي صلوا لي انا وماما، وبقينا نقف في الارض كده، وقال لنا يعني رحنا كذا مره عند الاباء كهنه وقال لنا الحاجه اللي فيك دي مش قادره تطلع. ورحنا لناس كتير قوي بيفكوا الاعمال دي، قال لنا الحاجة دي مستحيل إن هي تطلع، أو وقعدوا واحد أماكن كتير أوي يتسابونا. وأنا نفسيتي تعبانة جدا في البيت ومخنوقة ومش طايقة أي حد يجي يتقدم لي، وحالتنا النفسية في البيت خانقة ودايما خانقة وزعلانة في البيت. طيب الحاجات دي يا ريتا يا بنت الرب، الحاجات دي عشان تتعالج قبل العلاج لابد يكون في توبة وترك الخطايا. ايه رأيك؟ انا حاطه كل امل في ربنا وعشان في ربنا دي صدقني وتسابوني. لا اسمعيني، احنا دلوقتي عرفنا الطلبة، لكن ايه اللي مانع حكاية الجواز دي؟ ايه المانع؟ لازم في حاجة. ايه الحاجة دي؟ الخطايا وعدم التوبة. يبقى دلوقتي مطلوب منك ايه؟
ايوه مطلوب ايه منك؟ ان انا اتوب. اني برافو برافو، اني انا اتوب. يعني ايه تتوبي؟ يعني اعترف على كل خطيئة انا عملتها حق ربنا وزعلانة مني. وبعدين؟ اتوبت بقى هي من قلبي، وانا على فكرة سابوني صدقني، كل ما حد يتقدمني بطلب الشيخ يتقبل معايا قبل ما اطلع لحد بره. لا خلينا دلوقتي في التوبة. التوبة أنا قلت التوبة يعني إيه؟ يعني اعترف، اعرف كل خطيئة انا عملتها. أيوه اعترفت وبعدين؟ عن خطايا يتسابونا وعن كل حاجة وش. أيوه اعترفت وبعدين؟ بعد الاعتراف إيه؟ التناول والقرب من ربنا. مرجعش تاني للخطيئة. توبة توبة يعني أسيب الخطية ما أرجع لهاش تاني. سامعاني؟ أسيب الخطية ما أرجع لهاش تاني. أنا دلوقتي خايفة وشغالة أوي وعمري بيجري، وكلام الناس ليا كتير أوي بيجرحني، وأنا تعبت ونفسيتي ومخنوقة وخايفة في نفس الوقت. طب خليكي معايا دلوقتي، خليكي معايا. إحنا دلوقتي حتى قدمي توبة. هتقدمي ايه؟ هقدم توبة. كلمي المسيح وبعدين نصلي. كلمي المسيح تقولي له ايه؟ اقول له يا رب سامحني واغفر لي خطاياي كتير ودبر اموري، وكنت زعلان مني من اي حاجه، اغفر لي خطاياي كتير، انا ما استاهلش محبتك ليا، ما استاهلش محبتك ليا، انا عايزك ليا، واقف معايا ودبر امري واغفر لي خطاياي يا رب. انا ماليش غيرك يا رب، انا ماليش غيرك، ده انا بنام واصحى دايما في خيرك انت يا رب. ما تنهينيش ولا تتركني ولا تحودني ولا ترميني لحد غيرك، انا ما اعرفش حد غيرك يا رب. خلاص انت استند ومعين جاي. توبه من النهارده، توبه يا شابون من النهارده، وانا هصلي دلوقتي ان اي مانع يروح باسم يسوع المسيح الناصري، قوه دم الصليب وسلطان لاهوت المحي. أأمر كل روح مضادة هاربة ومحاربة أو ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. ربنا معك. معنا ناهد من الجيزة. أيوة يا ناهد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الو. ايوه انا مبسوطه يا صابونه خالص ان انا بكلم قدس. بتكلمي المسيح؟ ها امين يا رب. ارجوك يا ابونا صلي لجوزي. ماله؟ عنده كده مزمن وعايزين يغسلوه على طول، وقلبه كمان جات له جلطه فيه، بس الجلطه ربنا عداها من غير ما نحس. ألف سلامة ونصلي. حاضر. إيه تاني؟ صلي يا ابونا، احنا اتبهدلنا في المستشفيات وعند الدكاترة، أنا عارفة إن ربنا ما يرضاش بالبهدلة دي، صلي له. حاضر حاضر. إيه تاني يا ناهد؟ عايزين سامحني يا ابونا، أنا عارفة إن التجربة دي جت عشان أنا كنت بعيد عنه خالص، أنا وهو كنا على طول في مشاكل وكان ربنا مش موجود أصلا. أنا عارفة إن التجربة دي جت عشان كده، وأنا بقول يا رب أنا راجعة لك دلوقتي. الله الله، قدمنا توبة. أنا بشكره من كل قلب إن هو جاب له. أيوة يا أبونا، بس هو هيقبل توبتي إن أنا جدلته، عشان لما جت التجربة دي هيقبل توبتي. آمين آمين. عشان كده بنقول كله للخير للذين يحبون الله، فربنا سمح بالتجربة دي عشان يرجعنا ليه ونتوب عن الخطايا. فاحنا نترمي عليه دلوقتي، يا ربي توبني وبطلني ابطل كل الخطايا واشفي جوزي. امين امين. معلش، معانا بنت الرب من القاهره. ايوه ربنا يقضي ابويا. ايوه أبونا، أنا محتاجة منك تربية تربية طلب.
خير. والله فين، انا مخطوبة من شهر 7 اللي فات، والمفروض اني اتجوز شهر 8 يعني، وبابا معقدني نفسيا وكل شوية بيزعق فيا. الصوت مش واضح، سامعين كده يا ابويا؟ الو، اتفضلي اتكلمي. انا مخطوبة من شهر 7 اللي فات، ايوه. المفروض ان انا اتجوز شهر 8 الجاي، وكل شوية بابا بيزعق. الصوت كده كويس ابويا؟ لما تقولي كده كويس كويس. كلمي على مهلك. بس فهو بابا كل شوية بيزعق فيا وبيشتمني ومعقدني نفسيا. مين اللي بيشتمك؟ بابا، بابا بيشتمك ليه؟ هو ما كانش عايزني انزل في البيت اصلا، هو عايزني انزل انا في البيت. ما كانش عايزني ايه؟ إذا أنا أتخطب ليه؟ ما كانش موافق، عايزني أفضل قاعدة معاه، عايزنا ايه؟ عايزني أفضل قاعدة معاه. ليه؟ مش عارفة يا أبونا، صدق بيقول لي البنات كلها بتتجوز من 30 سنة و35 سنة، أنا سني 19 سنة داخلة في ال20، بيقول لي البنات كلها بتكون نفسها وهي بتشتغل وبتجهز نفسها، بتتجوز من 30. بس وانا ماما ايه اللي بيتجوزني، هو ربنا ما بيشرب حشيش وبيشرب برشام. أغلب الكلام مش واضح. هو بيشرب حشيش وبيشرب برشام. إيه رأيك في أبوكي؟ إيه رأيك في أبوكي؟ لا طبعا، اللي هو في كلمة مش عاجبني، إيه؟ مش عاجبني يا ابوه، مش إيه؟ مش عاجبني حاله، مش عاجبني. هو بيشرب برشام وبياخد بيشرب حشيش وأهم حاجة نفسه، ومن امتى اسبوعين هما بتتكلم معاه بتقول له احنا معانا بنت عايزين نجهزها. الصوت مش واضح، الصوت خالص. طب كده كويس، سامعني يا ابويا؟ انتي بتتكلمي بطريقة مش واضحة. طب سامعني كده؟ اي كده سامعك. اه ماما من كام يوم، من امتى اسبوعين بتكلم معاه وبتقول له احنا معانا بنت عايزين نجهزها، وبلاش تشرب الدشام وتشرب على حشيش. مهلك على مهلك على مهلك. المهم هو مسك العجونة ضربها وكسر الكرسي عليها، بيقول لها أنا ما بشربش الحاجات دي. وأنا بعديها بكام يوم أنا شفته كان بيشرب الحشيش العجونة، وأنا نايمة شميت الريح وسامعة الكرسي بيتكلم، بقول له ماما مش مشكلة العجونة. طيب يا بنتي طيب. كل شوية أنت عارف الناس موصلاهم الخطير مش كويسين. هو أنا شايفة إن هم كويسين، ويعني هما بيحبوني جدا، مش الأطفال خلاص يا بتاعتي. بنتي، صلي ربنا يتمم مشيئته، واحنا هنصلي لك، وربنا يقبل توبة الجميع وأبوك بالذات، ويتمم مشيئته في حياتك. آمين. معنا زكي من سوهاج. أيوة يا زكي. ألو، أيوة مساء الخير يا بوني، أهلا يا حبيبي، نقبل الأيادي يا أبو القمص. تفضل يا بوني، عاوزك تصلي لي عشان عندي عملية يوم 29. عملية إيه؟ عندي عملية ورم في المسانة. حاضر. تعبت مع الدكاترة من سنة، النهاردة أنا مع الدكاترة يمين شمال، وآخر استقروا قالوا أنتوا ظروفك يعني يعملوا فلانشي يعني يعملوا مساني عمولي، فالفلانشي خايف منها بود سكن جو. لا نصلي وربنا يكون معاك ويقف جنبك. إيه تاني؟ تعيش أبونا تعيش. أيوة عايز إيه من المسيح؟ يا زكي. أنا يوم لحد اعترفت واتناولت يوم لحد لحد. حلو حلو. وبعد ما اعترفت، بعد ما اعترفت اعترفت طبعا
ربنا، وربنا يساعدني على الصبر على طول، وربنا يبقى في معاني، ونشكر يسوع اللي هو نور طريقنا وخلانا رحت اعترفت بنور. طب استنى الايام الحلوه دي يا زكي. نعم يا زكي يا زكي. اتفضل يا ابونا. هسألك سؤال. هسألك سؤال. بعد ما اعترفت، انت بتقول اعترفت يوم ايه؟ يوم الاحد. يوم الاحد، والنهارده ايه؟ النهارده الاربعاء. يا ترى بعد ما اعترفت يوم الاحد عملت خطية كنت اعترفت بيها؟ لا ما عرفتش تاني من يوم الاحد. لا مش حكاية روح. الحمد لله رجعت بيت. حتى الكورونا مخلينا قاعدين في البيت على طول ما بنطلعوش. بس استنى بس. يعني مثلا رحت اعترفت قلت يا ابونا انا بشتم. مثلا. واخد بالك؟ هل يا ترى من الحد للاربع شتمت تاني؟ لا لا شتمت ولا غلطت في حد ولا لسه اول يوم من الايام النهارده من اول الصبح سهرات في المعهد لسه جاي كده. عارف انا بسألك ليه السؤال ده؟ ها؟ اتفضل. بسألك السؤال ده عشان اللي اعترفت بيه ما رجعلوش تاني. يعني التوبة ترك الخطية وعدم الرجوع إليها. سامعني؟ يا زكي. سكة طافت. طيب نعم معنا نورة من هنا. أيوة يا نورة. نورك سلام نعمة يكون. سلام. احنا خليكي بنتك متنعنا وسط. نعم نورة معك ولا مكا. نورة أيوة. سلام نعمة يكون. صوت مش واضح. سلام نعمة يكون. سمعنا كده. سلام يا بنتي. نعم ايه ماما تعبانة تعبها ربناش فيه. هو الصوت كده ولا صوتها هي كده؟ السمع عالي. انا سامعك بس مش واضح صوتك. حضرتك انصر يا ابونا سمعنا كده. انت بتتكلم انجليزي ولا عربي؟ بتكلم عربي ولا مكان عربي. ايه؟ حاضر بسم الله تلبس صلاة وين ما كان. تلبس صلاة حاضر. عشان ايه؟ ابني يهدي سري ويشفيني. يهدي سرك ويشفيكي حاضر. ايه تاني؟ ويهدي جوزي علي. ويهدي جوزي علي. ويشفي ماما. ويشفي ماما. وعوض عن اختي. وعوض عن اختي. وعيال اختي وهدي سرهم. ربنا يوقف معانا. ربنا يوقف معانا. وانت ما عندكيش عيال؟ ايه هو ايه دغري هنا؟ انت ما عندكيش عيال؟ ليه هنا؟ ما جابوا يا كم ثلاث اربع سنين. طيب. شوفي كل الكلام اللي قلتيه ده كل الكلام اللي قلتيه ما جبتيش سيرة المسيح. يا رايك؟ ايش حكوا يا ابونا؟ مكايب نصوم مصاري بس مره في الكنيسه. نصوم مصاري بس مره في الكنيسه. بس ايش حكوا يا ابونا في الكنيسه؟ اكثر حاجه في حياتي مع المسيح عايشه. طيب احنا شوفي شوفي يا نوره نتوب عن اي خطيه. نتوب يعني ايه؟ يعني الكذاب يبطل كذب ما يرجعش تاني. الشتام يبطل شتيمة ما يرجعش تاني. ايه رأيك يا نورة؟ يتوب يا فون يتوب. توبة من دلوقتي؟ يتوب. قولي للمسيح انا هتوب من دلوقتي. قولي للمسيح صلي. ربنا يشفيني وحد يسري وربنا يوقف معانا ويخرج علينا
20 انها تحولت شريره. امين. ربنا معك يا نور. تفضل معنا نرمين من القاهره. مساء الخير يا بتسابونا. مساء النور. اقبل الايادي يا ابي. تفضلي. انا يا بتسابونا بتهدر. انا ايه؟ انا بنتك نرمين حليم يا بتسابونا من القاهره. ايوه. انا قلت سابونا كلمتك قبل كده وقلت لك صليني ربنا يدينا خلفة وكده وجوزي توفى ونفسيتي تعبانة خالص. ربنا يعزيك. ربنا يعزيك. تعبانة خالص يا ابونا وبشتم كتير على ربنا وتعبانة خالص. تشتمي على ربنا؟ صعب يا قلت سابونا صدقني انا اتحطيت في تجربة صعبة خالص يا ابونا والله صعبة خالص مش مصدقة لحياة الوقت ان انا بقيت كده. لا يا بنتي اسمعيني اسمعيني. نعم يا بتسابونا. احنا زي ما كنت بتكلم كلمتين دلوقتي. احنا هنا غربة. غربة. غربة يعني ايه؟ يعني الغريب هيروح. امتى هيروح؟ ممكن دلوقتي. يا افهميني يا بنتي. افهميني عشان بتقولي بشتم على ربنا. كلام مش سهل يا بنتي. هنروح واحد هيروح جهنم النار الأبدية واحد هيروح السماء مع المسيح له كل المجد. فاحنا مش عايشين ده هنا يا بنتي. ده هنا حياتنا مؤقتة جدا. موجود النهاردة مش موجود بكرة. افهميني. ما تخليش الشيطان يضحك عليك وتخليك تشتمي ربنا وتجدفي على ربنا. لا. تقدمي توبة دلوقتي. ايه رأيك؟ انت صلي لي. يا قدس ابونا انا نفسي في كده يا قدس ابونا. لا انت اللي تصلي. انت اللي تصلي. قبل ما اصوم وقبل ما اعمل اي حاجة لازم اقدم توبة. انت صلي لي يا ابونا ان ربنا يساعدني. صلي انت دلوقتي. صلي وقدمي توبة دلوقتي. تقولي ايه للمسيح؟ اقول له يا رب سامحنا على كل خطايا انا عملتها وان انا بشتم عليك وسامحني في كل حاجة عملتها في حق الغلط. توبة من قلبك. من قلبي وتسابونا. امين امين. ربنا معك. معنا بنت الرب من امريكا. سلام المسيح يا بنا قبل ايدي. ايوه. انا طيب بقى قلت سلام يا ريت. خير. أنا قبل المسيح مخلص وراعي إلهي بحياتي كل سهوة قلبي أنا جوزي وأولادي نخدم الرب وعيش سماع الأرض. أيوه. بس عندي مشكلة جوزي إبليس ضحك عليه في واحدة ضحكت عليه بقالها ثلاث سنين وفي الآخر خدته خالص ومش عايش معاها بقاله شهرين سايبني أنا وأولاده. سايبك. فوقع في خطية هي متدلية علينا هي خلفت منه. المشكلة ان هو من يومين رجع وبعد ما رجع البيت جاب هدومه ورجع لها تاني. وهو بيقول ان هو مش عارف هو بيعمل كده ليه. دلوقتي هو بعيد عن الرب بقى له فترة. وانتي؟ هو دلوقتي هو وانت؟ انا بنت الرب انا مريض غير ربنا. بتصلي؟ هو إلهي ومخلص. بصوم. لا بتصلي؟ وعايشة حياة توبة؟ أكيد. وبتحبيه؟ بتحبي جوزك؟ بحبه ولادي كمان. وبتصلي؟ بحبه. وبتصلي له؟ بصرخ بالدموع لربنا كل يوم صبح وليل وظهر. أمين. أنا بحييك يا بنتي. بحييك. على العموم اثبتي في المسيح وامسكي فيه وصلي بدموع عينيك وقلبك وربنا مش هينسى دموعك وجوزك هيرجع لك وتعيشوا في سلام. ربنا معاك. انا مبسوط منك خالص وكلامك مريح. ربنا يديك نعمه وبركه. صوتك
يا لان هو بيقول ان هو تعبان جدا، مش عارف هو بيعمل كده ليه. بصلواتك انت ودموعك ربنا هيرجعه، وانا بصلي باسم أمين. يسوع المسيح الناصري ربنا يفك قيوده أمين. ويحرره. امين يا ابونا، امين في اسم يسوع. انا عارفه ان الهنا صالح. امين. ربنا معك يا بنتي، ربنا معك. ايوه معنا نادية من الفشن. ايوه يا نادية. الله يخليك، مشتاقة لك يا جدعان يا ابونا مكاري. نعم. مشتاقة لك يا ابويا، ربي يخليك. انا عندي بقع يا ابونا مكاري في وشي. عايزة ايه؟ انا عندي بقع في وشي يا ابونا مكاري، رحت كذا دكتور. بقع؟ في وشي يا دكتور، طول عمرك. صلي لي يا ابونا مكاري. حاضر حاضر. صلي لي. عندي بقى دكتور. ربنا يشفيك. يا حاضر. صلي لي يا ابونا مكاري، عايزك تصلي لي، عندي السريان الثاني برضه ماشي يا رب، عشان تحت اللسان. طب قبل ما اصلي لازم في حاجه اهم اصلي من اجلها. ايوه طبعا. ايه؟ عدو الخير بحرمني يا ابونا مكاري من لو سبع سنين. ايه؟ انا واهل بيتي. ما فهمت، ما سمعتش. انا بقول لك عدو الخير بحرمنا لينا سبع سنين يا ابونا مكاري، انا وعيال وجودي كلنا. بيحاربك في ايه؟ بيحاربنا في ديون. في ايه؟ سبع سنين. بيحاربك في ايه؟ بيحاربنا في ديون لينا سبع سنين. ديون. انا وعيال وجودي. ديون، انتوا مديونين يعني؟ ايه، عايزك تصلي لي يا ابونا مكاري، حرب حرب عدو الخير بيحاربنا. انا بصلي في الصبح وفي الليل. طيب وانتوا ما فيش شيء، ما بنشتم بعض ونحلف ونعمل، هذا اللي احنا بنعمله بس. امال بتصلوا على ايه؟ بنصلي، انا بصلي في الصبح وفي الليل. تقولي له انا بشتم باستمرار؟ يعني لما بتصلي بتقولي للمسيح انا بشتم؟ لا، انا بقرا من النبي وبقرا في الصلاه وبقول له سامحني يا رب. وترجعي تشتمي تاني؟ لا، من انا عندي السرير التاني مش بستحمل لما جوزي بيتعبوا يعني، فاضطر بس وبدعي. ادي عندي السرير التاني اللي انا عندي سلاح في الجزء يا ابونا. تشتمي وتدعي؟ لا، لما هو بيشتمني انا بقول لك صراحه يا ابونا، عدو الخير بيحاربنا على طول كل يوم ناخد. طيب اسمعيني، اسمعيني، لازم التوبة دلوقتي. ماشي يا ابونا. التوبة دلوقتي، كلمي المسيح اللي واقف قدامك. يا رب يا رب يا رب يا رب يا يسوع، ان ترحمنا تبقوا في بيتنا انا وعيالي، وتباركنا انا وعيالي. انا كاتبه شيكات، حضرت الشيك على اسمي يا ابونا مكاري، عليا ديون واخدين مني صور البطاقة. كلمي المسيح، كلمي المسيح، قول له توبة من الآن يا رب. توبة الآن يا رب يا يسوع. مش هرجع لأي خطية. أبدا يا أبو، خلاص يا أبويا، ما ليك خيرك يا رب. وأنت هتتولى كل أموري. آمين يا رب، وصلي لي في البقع في وشي يا أبونا مكان. حاضر، ربنا يشفيك. حاضر. وعليك بخير. يلا تفضل. ايوه معانا بنت الرب من اسيوط. ازيك يا ابونا؟ ايوه. سلامتك يا طيب. وانت طيبه يا بنتي. طالبه تلبس ضغط يعني؟ نعم. طالبه تلبس ساعه. صوت بيقطع. بقول لك طالبه تلبس صلاه. طالبه تلبس صلاه. نقول ايه؟ اقول ايه؟ قبل وجعني وعندي عملية ونسينا على حصو وبس تعبانة، طالبة طب الصلاة من عز كده. حاضر نصلي. حاضر، ايه تاني؟ بس وكان عندنا بيت سدني يا ابونا قعدنا سنتين، كل ما نتوفق ونبيع متضايقين فيها انا والعيال يرجع في البيع تاني. في ناس سماسرة قالت ناس معك سوق، جبنا ابو كاهن، ابو كاهن صلى ورسلنا بمامية وزاد بركة ولتكن إرادة ربي. الصوت هنا عالي ومش واضح، هنا عالي ومش واضح. أيوة أبونا معاك، أنا سمعك واحد. أيوة أبغى أقول لك يا أبونا. أيوة تفضل. أنا
ابننا كان بيت قعدنا سنه قعدنا سنتين نبع فيه وكل ما نبيعه يرجع نصلي عشان البيت يتباع خلاص خلاص ويصلي لنا ربنا ان ربنا يسامحنا ويغفر خطايانا ويكون مع جوزي وعيالي ونكون نمشي في خوفه ونسمع وصاياه ونعمل بيه امين امين. هو ده المهم، حياة التوبة والرجوع للمسيح هو ده المهم، وبعد كده ربنا يدبر كل الأمور ويدبر أمر البيت وحياتنا. آمين. أيوة الصوت مفيش. معانا سناء من أسوان. أيوة ربنا أفضل الآيات وتحرونا. نعم أيوة أيوة سناء. أنا طالبة قلب الصلاة لأسرتي كلها معايا. عشان إيه؟ عشان ابني عندي كلى وعندي جلطة جات له الرئة من كورونا وعلى طول ضغطه عالي والبولينة عالية، وابن بنتي عندي مية زرقاء في عينيه طفل عمره 3 سنين. وبنت اختي عندها ورم على الرحم ربنا يشفيها، بنت عمرها 18 سنة. الصوت هنا عالي هو اللي تعبني. واخويا ربنا يعوض عليه في ثمرة البقر. ايوه. الو. سمعت. ربنا انا بقول بطلب من الرب يسوع اللي هو واقف قدامي ان هو يعيني ويعين ضعفي وينور طريقي ويبعد عن حربات ابليس. الله اغفر له كل خطاياي، اغفر له كل خطاياي ويشفي ابني وابن بنتي وعوض على اخويا ويشفي عيال اختي يا رب، ويشفيني ويشفي كل مريض يا يسوع ويخليك لينا ابونا. الله يا ريت كل اللي يدخل في المكالمة يكون زيك كده داخل يواجه المسيح، يواجه المسيح. المسيح واقف قدامي وأكلم، ودي كلمة أنا بقولها لكل إنسان حيتصل بينا. ما تتصلوا بينا انسوا إن احنا موجودين وإحنا اللي بنتكلم، ادخل على المسيح على طول، هو اللي مستنيك ومستنيكي، هو اللي ممكن يستجيب، هو اللي ممكن يدي، واحنا ما حلقتناش حاجة. فاعتبروا ان الاتصال بالمسيح والوجود في حضرته والجلسة هي بتاعته، هو حاضر في الوسط. امين. معانا بنت الرب من عزبة النخل. سلام. انا عايزة طلبة صلاة يا قدس ابونا لجوز اختي، السكر 400 عنده، جوز اختي عليه جدا وتعبان جامد. نصلي. حاضر. وصلي من اجل اختي برضك عندها ارتجاع في المريء يا قدس ابونا وعندها غضروف. امين. والبيت تمن يا ابونا، البيت تمن اللي فيه جوز اختي كله يا قدس ابونا، عايزة طلبة صلاة ليهم كلهم. البيت ايه؟ البيت كله اللي فيه جوز اختي، عايزه طلبة صلاة من اجلهم كلهم يا قدس ابونا. مالهم كلهم؟ بعيد عن ربنا وبعيد عن الكنيسه. كلهم بعود عن ربنا. وبعيد عن الكنيسه. وانتي؟ انا مع المسيح يا ابونا. برافو برافو. مقدمه توبه وحمد واثقه المسيح عايشه معاه. الله الله الله. اهدي العينات الحلوه. برافو 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 برافو. دي العينات اللي تشبع قلب الرب. انا عايشه مع المسيح وعايشه حياه توبه وبصلي. برافو برافو. ربنا يكثر من امثالك. وعايز كل انسان يتصل بينا يكلم المسيح، اللي ما تابش يتوب، واللي تايب يقول له انا معاك وفرحان بيك. امين. ايوه معانا ام مريان من اسكندريه. ايوه مساء الخير. ازيك
شغولة. الله يسلمك. ربنا يخليك ويطول في عمرك يا رب. أيوة. سلمنا يا أستاذنا، أنا عندي جوزي تعبان، عمري 5 رجلين. جوزك تعبان؟ تعبان، عنده أحضان من العملية في رجليه. أيوة. أيوة. عندي بنتي، عندي بنتي جوزها عامل من عنده مرض سرطان يشل الكليه. حاضر. فلنا وصلنا لبنتي برضه تعبانة كده، مراته تعبان. أيوة. وبس يا أسرة أبونا عايزة أقول لك حاجة، دلوقتي عندي بنت 3 بنات، عندي بنتي الثالثة الصغيرة بقالها 3 سنين مش بتكلمني، ولا هي ولا بنتها ولا عيالها. ليه؟ بتقول لك احنا بابا بتقول جدك احنا عايزين نورث منك. هل انا عشان انا معايا حاجه مثلا حاجه ذهبتها للكنيسه او فلوس ادتها للكنيسه او اللي دخلوا؟ هما زعلوا بقى من ساعتها لما عرفوا ان انا كان عندي عربيه ودتني وكان عندي فلوس ادتها للكنيسه وعندي حاجات بقى ودتهم، هما الاثنين قال لك احنا عايزينهم، عايزين الحاجات دي احنا عايزين نورث. هل يبقى انا غلطان يا ابونا؟ ايوه. الو. نعم. انا غلطان يا ابونا لما كنت الحاجات اللي جبتها الكبيره؟ يا بنتي احنا بنصلي للمسيح، سمع كل طلباتك واللي حسب مشيئته هيستجيب ليها، لكن اهم شيء نتكلم عنه هو العشرة مع المسيح، ان الانسان يضمن حياته الابدية من هنا، يضمن حياته الابدية الان الان. عشان كده بنقول التوبة الان، الرجوع الان، واخد بالك؟ خلاص يبقى بركة، يبقى هو عارف طلباتنا، بنصلي ورب يستجيب في وقته في حينه. امين. ربنا يكون معاكم يا بنتي. معانا ابن الرب من مكان يعني، اتفضل. ايوه اتفضل. الو. ايوه تفضل. ابونا ولا مين؟ انا سامع. يا ابونا ازي حضرتك؟ ايوه تفضل. انا مسافر يا ابونا ومسكت وكده، واقف مشكله يعني، وعايز ربنا يطلعني منها. صلي لي. امين. حاضر. مش عايز تقول ايه هي المشكلة يعني؟ والله اتمسكت في مخدرات كده بشرب يعني، واتمسكت. ربنا ينجي. طيب لسه مستني هيبعتوا لي تاني او مش هيبعتوا لي، فخايف يعني. طيب ربنا ينجيك من الحكم الارضي هنا، لكن الاهم انه ينجيك من الحكم العالي. يا رب. فتعمل ايه دلوقتي؟ والله يا ابونا الواحد يعني متغير وخايف برضه في نفس الوقت. متغير وبعدين؟ بس وعايز ارجع لربنا يعني، وربنا غيرني لما اصلي له كده. عايز ترجع لربنا، طب ايه اللي منعك؟ والله انا الشيطان يا ابونا مش عارف. دلوقتي ناوي تقولي للمسيح ان هو يقبلني بس ويغيرني انت ابنه، ابنه غالي عليه. انت كلمه دلوقتي وقول له هتعمل ايه. ايوه كلمه وقول له هتعمل ايه. هتعمل ايه يا رب؟ انت هتعمل ايه؟
هتتوب انا هتغير يا ابونا، هتتوب هتتوب. قول له يا رب سامحني يا رب، سامحني واغفر خطاياي واغفر خطايا يا رب، واقبل توبتي واقبل توبتي ونجيني ونجيني يا رب، وما فيش رجوع للخطية تاني، ما فيش يا ابونا. امين امين. يلا يا سيدي. معنا جرجس من القاهرة. اهلا بيك يا استاذ ابونا، حب العيادة. ايوه اتفضل. لو سمحت يا استاذ ابونا، كنت محتاج من حضرتك طلب صلاة لينا بخصوص موضوع الخلفة وكده. متجوز بقالي سنتين، مشينا مع الدكاترة لحد طريق انهم قالوا لنا انتوا محتاجين معجزة، يعني خلاص حاجة مشكلة يعني خلقية. محتاجين ايه؟ محتاجين معجزة. معجزة؟ بسبب ضموك حجم الرحم، وموضوع محتاج معجزة يا استاذ ابونا. واحنا الهنا اله المعجزات يا جرجس. اله مستحيلات يا ابونا. بس بشرط ان ما فيش مانع يمنع عننا المعجزة. ايه المانع يا جرجس؟ ايه المانع؟ اتفضل يا ابونا. انا بسالك ايه المانع اللي يمنع حدوث المعجزه؟ خطيه وعدم ايمان يا ابونا. برافو برافو برافو، انت ولد ممتاز. يبقى تكلم ربنا دلوقتي وتقول له هتعمل ايه. اتفضل. انا مستني منه يا رب، انا مستني منه معجزه يا ابونا. هو قال ان احنا ولاده، يعني انا مستني من ابويا، ابويا السماوي، لان حلول الارض بالنسبه لي خلص. كلم المسيح شخصيا قول له انا عايز كذا. لا مستني منك يا رب معجزه. لا لا لا، قبل المعجزه التوبه والرجوع. تفضل. تمام يا رب. تقول له ايه؟ تقول ايه للمسيح؟ تقول ايه للمسيح؟ الو مش سامعني؟ مش سامعني؟ يا بول يا جرجس، مع حضرتك يا بول. انا سامعك. معلش الخط فصل شويه يا بول. مع حضرتك دلوقتي انت سامعني؟ سامع وشك يا بول. تقول للمسيح الأول يا يسوع المسيح، قول معايا يا يسوع المسيح سامحني، سامحني على الماضي كله، على الماضي كله، واغفر خطاياي، اغفر لي خطاياي، واقبل توبتي، اقبل توبتي يا رب، ومن الآن يا رب، من الآن يا رب، مفيش رجوع للخطية، مفيش رجوع للخطية، واصنع معانا معجزة، اصنع معنا يا رب معجزة. امين امين يا ابونا. يلا يا سيدي. نعم نعم، الصوت مش واصل. لا سماح سماح، يقبل الايادي يا ابويا من عين شمس. ايوه انا كلمتك الاسبوع اللي فات يا ابويا، اختي سلوى قلت لك مريضه الكانسر، وهي دلوقتي هتعمل اشعاعيه، فعايزه رب المجد يكمل معاها ويشيل المرض كله من جسمها. امين يا بنتي امين. وماما مؤمنه ربنا يشفيها، جارتي ست كبيره ربنا يشفيها. امين. وميرزا برضو مريض الكانسر، وجوزي برضو مريض بسكر، وربنا يقربه. ربنا يشفي الكل يا بنتي. وبنتك يوستينا في سنة الكلية يا ابونا، عايزة ربنا ينجحها السنة دي، آخر سنة ليها، هو يفرح قلبها. أمين. وأنا يا ابويا عندي شقة عظمية، مطلوب مني عملية، بس أنا واثقة في إيد ربنا إن هو هيشفيني ويشيلها باسم يسوع.
واخواتي يا ابويا، اولاد اخواتي بعيد عن ربنا خالص، مريم وفكتوريا، نفسي تصليلهم يا ابويا يقربوا يروحوا الكنيسه. بنات كويسين قوي يا ابويا، كويسين بس بعيد عن الكنيسه. امين. وبذكر كل اخواتي كلهم، وكل يشفع على اسم المسيح. وانا بقول اشكرك يا رب يسوع المسيح يا حبيبي، انت تملي معايا وساندني ومش سايبني. اشكرك يا حبيبي، اشكرك، كل طلبه بطلبها منك بتعملها لي. شكرا ليك يا رب يا حبيبي يسوع، بشكرك لانك دايما معايا، انت حبيبي وابويا وساندني، وانت سندي في كل حاجه يا ابويا. اشكرك، اشكرك يا ابويا وحبيبي، واشكرك يا رب يسوع. وطلب الصلاه يا ابويا، يا ابويا يسوع يا حبيبي، تشفى ابونا مكاني، تديله الصحه يا رب وتخليهن، وتشفى عبير بنت خالتي يا ابويا برضو واختها مريم. وانا عايشه حياه توبه يا ابويا، بشكر ربنا كتير، بشكره يا حبيبي، بشكرك يا رب يسوع، بشكرك يا ابويا وحبيبي، بشكرك يا ابويا. برافو برافو برافو، ربنا فرحان بيك واحنا فرحانين بيك، وربنا يكثر من امثالك. امين. معنا بنت الرب من امريكا. ايوه ايوه، زي قلتك يا ابونا، اشكرك. ايوه انا بشكر ربنا اني سمعت صوتك، صوت المسيح يا بنتي. تعيش يا ابونا، تعيش، وبركه صلاتك معانا. امين. وصلي لهم ينجحوا ويبقوا دكاتره ومهندسين ويبقوا رسل صالح. امين امين. وصلي لجوزي برضه يا ابونا. نعم. ان رب يعني ربنا يجربه ليه كده ويروح الكنيسه، ادي له اكتر من 3 سنين بعيد عن الكنيسه مش بيروح. 3 سنين شغل والفلوس، شغل والفلوس. وبعيد عن ربنا مش بيرضى يروح معانا. وانا كان بيخليني ان انا برضو ما اروحش الكنيسه، بس انا ببقى عنده وبروح باخد الاولاد واروح. عايشه مع ربنا، اشكر ربنا يا ابونا، عايشه حياه توبه. أشكر ربنا يا ابويا، أنا بصلي وبخلي ولادي يصلي ويروح الكنيسة، لكن هو بيعجدنا، مش بيخلينا نصلي بالليل ويقول لنا كفاية كده، بيعتمن علينا يا ابونا، بيخلي حياتنا فيه نكد ومشاكل في البيت، ويقول لي أنا أهم حاجة أبوه وأمه هو، وأنا براعي ربنا فيهم، بس هما مش بيحبوني، أنا بحب كل الناس يا ابونا. وعايشة مع المسيح؟ عايشة ربنا يا ابونا، صدقني. عايشة حياة توبة؟ ايوه يا ابونا، وبروح الكنيسة وبعترف وبتناول. برافو برافو. بتناول الولاد على طول. انت في ولاية ايه؟ انت في ولاية ايه؟ في ولاية تنس يا ابونا. تنس. برافو، انا فرحان بيكي ومبسوط منك. ايش يا ابونا، انا اشكر ربنا ان يتم الصلاه، ان انا كان امنيه حياتي اكلمك واسمع صوتك عشان ربنا يبقى راضي عليا. سمعتي صوت المسيح يا بنتي. اما لما بتقولي فلان بيجري ورا الفلوس ورا البتاع، يا ريت كل انسان يعرف اني حنسافر خلاص، حنسافر فردين ايدينا. مسكين الإنسان اللي بيجري ورا العالم والمنظور، في لحظة في طرفة عين كله حيضيع، في لحظة في طرفة عين حنروح، يا دوب الواحد يغمض عينه هنا حيفتح هناك، لكن حيفتح على ايه؟ ودنه هتسمع ايه؟ اليوم تكون معي في الفردوس ولا اذهبوا عني. العائل يتوب الان، لا حينفع مال ولا العالم كله، المسيح وحده هو النصيب الصالح. ياللي بتجري ورا المال عمال بتجمع حرام وحلال، ياللي بتجري ورا المال عمال بتجمع حرام وحلال، هنسافر
فردين ايدينا حنسافر، فردين ايدينا ويا وين الخاطي من الاهوال، ويا وين الخاطي من الاهوال. امين. معنا مينا من اسكندريه. الو. يا باشا. يا نعم يا اخوي، عايز اكلم ابونا. نعم ابونا مكاني. ايوه الو. ايوه انا معاك. يا بس ابونا مساء الخير. مساء النور، اتفضل. معلش يا بس ابونا، استنى لاخويا بس ابونا. ماله؟ نصلي. حاضر. صلي له بس ابونا، احنا خاطيين يا ابونا، واحنا لينا رجاء عند المسيح مش عند حد. طب خاطيينه، خاطيينه، هنفضل خاطيين؟ لا يا بس ابونا، لان توبوا. امتى؟ انزل يا ابونا دلوقتي والحال. يلا كلم المسيح. امين. ايش يا بنت ابونا، صلي لنا ابونا، واحنا واثقين ان مسيحنا هيصلعه، وان هو من بيبقى مع المظلومين، مع كل انسان. امين يا حبيبي. امين. امين. ايش يا بنت ابونا، اذكره دايما في صلواتك. في اسم يسوع المسيح. ربنا يسمع ويستجيب يا حبيبي، ربنا معك. صلي له. ايوه. نعم. ايوه مين معايا؟ الو. معانا مريم من عين شمس. ازيك يا بوي؟ اهلا يا بنتي. عايزة أتكلم مع المسيح. أيوة. الله، تفضل يا مريم. عايزة يسوع يا حبيبي، سامحني إن كنت أخطيت في حقك، عايزك تقف جنبي يسوع. جوزي حظه مش حلو في كل شغل يروحه، وانا اللي بسعى بدور على شغل ومش لاقيه، وبنتي تعبانه عمال ترجع، كل ما تاكل حاجه بترجع، ولاد على طول بيضربوا في بعض، مبيسمعوش الكلام، عصبيين، وانا وحماية على طول نتخانق. عايش معايا في البيت، عايشين مع بعض، كل يوم نتخانق، يوم نتخانق ويوم نتصالح، وهو مش بيحبني، وانا من كتر اللي بيعمله معايا بقيتش طايقه البيت، وزهقت ومخنوقه يا يسوع. سامع، سامع. نفسي تقف جنبي يسوع، انا بمد ايدي ليك يسوع، ماليش غيرك. نفسي تحافظ عليا وتقف مع ولادي وتعقلهم شوية يسوع، تديهم نعمة وقدرة من عندك يسوع. ونفسي تهديلي بيتي أنا وحماية. أمين يا بنتي. أمين. أمين. ونفسي شغل الجوزي يبقى كويس في حياته، أنا اللي بدور على شغل وبسعى، على طول كسلان. أمين. أمين. ربنا فرحان بصلاتك يا بنتي والمخافة اللي مالية قلبك يا رب. ربنا يديك نعمة وبركة. وأنا قد إيه مبسوط من الإنسان اللي يدخل على المسيح.
على مش جاي يكلم ابونا مكاري، لا يدخل على المسيح انا كذا. واهم شيء ان احنا نقدم توبه حقيقيه، ويبقى المكالمه اللي هنعملها دي لقاء شخصي مع رب المجد يسوع. امين امين يا يسوع. شكرا يا مريم. معنا مينا من كندا. ايوه مينا. سلام ابونا. سلام ابونا. في ناس عامله لي اعمال اطفال وحاسس بحاجات غريبه، وحاسس ان في شيطان دايما معايا. طيب معمول اعمال وسحر، الاعمال تتفك بالتوبه وباسم يسوع. يبقى انت دلوقتي تعمل ايه؟ تقدم توبه. توبه. الاول كلم المسيح وقدم توبه. تقول له ايه؟ اقول له ايه؟ تقدم توبه. طيب ابونا انا حاسس ان انا عملت عهد مع الشيطان يا ابونا. دلوقتي هيفسد العهد ده والمسيح يحررك، ما تخافش. كلم المسيح. طيب يا ابونا حاضر. كلم المسيح دلوقتي. قول. اقول ايه يا ابونا؟ قول يا يسوع المسيح. يا يسوع المسيح. انا بقدم توبه. بقدم توبه يا رب. عن كل خطاياي. عن كل خطاياي. والماضي كله. والماضي كله. من النهارده بترمي عليك. من النهارده بترمي عليك. وماليش غيرك. ماليش غيرك يا رب. سامحني على اللي فات. سامحني على اللي فات. وحررني. حررني يا رب، حررني. المسيح واقف قدامك، وانا دلوقتي هأمر باسم يسوع المسيح الناصري انتهر كل شيطان مالك مينا، اؤمر لي بالحرية باسم يسوع المسيح الناصري. قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة او محاربة او ساكنة في جسد مينا بمغادرة الجسد وعدم العودة اليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. امين. يلا يا مينا. ايوه معانا عطيه من سوهاج. ايوه عطيه. ايوه يا ابونا رحمه برب ال 15 ثمانيه صاحبنا صاحبنا يا بينا. لا الصوت مش واضح. ايوه واضح. ايوه واضح. لا مش واضح. بديلك واضح. تليفونك لونه ايه؟ اللي هو هوائي. هوائي؟ ايوه اللي هو اعتقد. ما مش واضح الصوت. لا بديلك واضح يا ابونا. لا اقفل واتكلم. استني شوية على عطية ده نشوف. طيب معانا بنت الرب من سوهاج برضو. يا ايوه يا بنتي. انا عايزه اقول بالصلاه لبنتي يا ابونا. طلبت صلاه لبنتك وتاني. وعايزه ان ربنا يمد ايده يعني ويشفيها عشان هي ما تقدرش تقوم وتعبانه ودانها تعبينها. ربنا يمد ايده ويشفيها. امين. وعايزه ربنا يقف معانا برضه ومع عيالي في البيت احنا. ما هو ربنا واقف معانا، المهم احنا نقف معاه. امين يا ابونا. ها؟ أمين. توقف في معامل النهارده؟ أيوه. تقولي له إيه؟ نقول له يا رب
سامحني واغفر لي خطاياي وانا خاطيه. الله. ويسامحني على كل حاجه عملتها غلط، بس يغفر لي بنتي ويخليها تقوم تقدر تمشي. لا ما تحطيش شرط انه يغفر لك بس يشفي لك بنتك، لا لا لا. بس يا ابونا انا ما عايزاك، انا بس عايزة يسندنا ويقف معانا ويقف مع ولدي. امين يا بنتي، ربنا يكون معك ويبارك حياتك. بس صلي لي حياتك يا ابونا البيت يا رب خليك. حاضر نصلي حاضر. ايوه. معانا مريم من الغردقة. ايوه. قال لي يا ابونا. نعم. انا بحب خالد. ايه؟ انا بحبك يا ابونا. المسيح بيحبك. انا عايز احكي يا ابونا على معجزه حصلت معايا. قولي. انا كنت متزوجه من 5 شهور وما حصلش حمل، بس لما شربت المية حصل حمل على طول. 5 شهور. يا ايوه. طيب المسيح بيحبك يا مريم. ايوه يا رب. انا عارفه برضه ان هو بيحبني خالص. وانت بتحبيه؟ ايوه بحبه، بس مش مدياله حقه خالص. ازاي؟ ازاي مش مدياله حقه؟ عشان انا خاطي خالص وبشتم وبكذب وبحلف. يا برافو 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 برافو. طب كويس. كويس انك بتتكلمي دلوقتي، يبقى ناوي على ايه؟ عايزه توب عشان راحت ناوي. طب كلميه. انا يا رب اسفه جوه على كل اللي عملته، ونفسي تسامحني ونبدا صفحه جديده، وعايزه توب وعايزه ابقى كويسه خالص. ايوه. والرب قابل توبتك وفرحان بيك، وفرحان بيك، والسماء فرحانه بيك. يس يا ابونا. يلا. انا معنا مين؟ معنا روماني من الغنايم. ايوه انا معجزه كانت عملت مع بنتي، ورحت لك انا الكنيسه وقابلتها والبنت شافت وبقت كويس. كان اتفضل يا ابونا. ومعايا مراتي ما عندها مرض سرطان من 2019. ربنا يشفيها. وبنتك كان عندها ايه؟ كان عندها وسواس قهري، كانت تسلم على حتى علي انا. ايوه. وبعدين ضربتها بالصليب قلت لها الله يا بيت، وانا كنت معاها ساعة عم زكريا قابلني يا ابونا وعند الباب من جوه. اي لا من مش عارف من سنه كام دي، بس مراتي مرض سرطان وتاخد كيماوي. ربنا يشفيها يا ابن. اتفضل ابونا معك يا. ايوه ابوني. ايوه. ازيك يا ابونا؟ انا اسمي مسيحيه كامل. ربنا يشفيك يا بنتي. تعيش يا ابونا، ليا سنه ونص المرض ما سايبنيش يا ابوني. ربنا موجود. وتعبان ونطلب من ربي والمسيح يا رب يشفيني. امين امين. صلي لي يا ابوني. هنصلي، بس احنا الاول نقدم توبه ونترك الخطايا وبعدين نقول له اشفيني. سامحني يا رب على كل خطيه عملتها يا رب. امين امين. سامحني واشفيني يا رب، مد ايد المسيح لي. امين في اسم يسوع. امين. وانت انت وربنا يا ابونا مكارم. لا انا التراب، ربنا وحده. امين. ويشفيني، ما امنش الليل من صدر وجسم اللي وجعني. امين في اسم يسوع. تعبانه يا ابونا تعبانه. امين. نتدرب ليك، انا احط لك قفص جزازه ميه قدام الشاسي ونقول يا رب يا رب نطلب من ربي. امين. وانت قادر يا رب. ربنا يمد ايده ويشفيكي وقابل توبتك وفرحان بيك. امين. معانا بنت الرب من سوهاج. ايوه يا ابو سابوني. ايوه. ازيك يا ابو سابوني؟
نعم. عامل ايه يا بوتسر؟ انا كويس نشكر ربنا. انا بتر صوت بيقطع. هنقول اخوك بيت تعبان. لا الصوت مش نافع. طب ثواني بس. طب الصوت كويس؟ لا. مش كويس الصوت. سامعني بص. الو 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 بص. ايوه. انا عايزك تصلي بنتي. نصلي لبنتك. حاضر. هي الشام وتلو. ده كورونا من بيقطع الصوت بيقطع الصوت صوت بيقطع الصوت بيقطع معانا بنت الرب من سوهاج تاني. مساء النور. ازاي قدسك؟ اشكر ربنا. كنت عايزه اطلب صلاه قدسك. حاضر. نقول ايه؟ هو اولا طبعا ربنا يقبل توبتنا ويسامحنا. الله. بس دي لازم تقوليها انتي. انا صدقني بقولها على طول. انا محتاجه كمان قدسك تصلي عندي البيت. بابايا ومامتي تعبانين صحيا. نصلي لبابا وماما واخويا ربنا يرزقه ان شاء الله الخلف الصالح. يعني هو عنده بنوته وبعد كده مراته كانت سقطت وربنا يا رب يديله ولد او بنت. المهم الخلفه الصالحه. امين. وكنت عايزه قدسك كمان تصلي لي ربنا يرزقني الشغل ويقويني في الدكتوراه. دكتوراه في ايه؟ دكتوراه في الاداب. اداب. ايوه. انت مش متجوزه؟ بس للاسف مش. لا ما اتجوزتيش. كنت عايزه قدسك تصلي لي. حاضر. ايوه حاضر. حصلني هو للاسف بتقدم لي ناس بس مش بتوفق معاهم. ربنا يوفقك. ربنا يوفقك يا بنتي. هو متقدم لي حد حاليا من قدسك صلي لي. امين. بس المهم انك تكوني عايشه مع المسيح. انا عايشه حياته بقدسك. هو للاسف كورونا حاليا مخلينا بعيدين شويه عن الكنيسه. معلش معلش. حلو حلو. انا لما بسمع حد بيقول انا عايش حياة توبة بفرح بفرح. هو ده المطلوب. برافو يا بنتي برافو. ربنا يدبر حياتك ويفرح قلبك ويشفي كل مريض عندك ويديكوا سلام. امين. معنا مين؟ معنا انجي من القاهرة. سلام يا ابونا الايادي. سلام. أبونا أنا عايزك تصلي لي عشان أهلي مات من فترة كبيرة وبعدها اتخطبت وحطيت كتابتي ما كملش معاك. الصوت راح. أيوة أبونا. الصوت. ألو. أيوة أيوة كده سامعني؟ كده سامع. أنا من بابا وماما ماتوا من فترة كبيرة وبعدها. أنت مشغلة التلفزيون؟ لا يا بون. امال الصوت بيروح فين؟ انا قاعده في الجوبه بعيده عن التلفزيون خالص. بعيد عنه لكن مشغال يا بنتي. اطفيه؟ اه طبعا. حاضر يا بون. اطفي اطفي التلفزيون ده جاي. ده بعيد عن التلفزيون. اي يا بون. ايوه. انا معاك. من فترة والدي ماتوا وبعدها فكرت خطيبتي
وبعدها يا بابا كل ما تتخطب بتجيلي حاجة زي عقدة نفسية كده بعد ما بقابل الشخص. بعدها بيومين بالظبط أفضل بيروح عقدة. فين الصوت؟ كلمة تروح وكلمة تيجي. ألو أيوه أيوه يا بول نعم سامعني؟ سامع. وبعدها خطبت وكل ما خطبت خطبتي وكل ما أجي أتكتب بعد كده أبقى موافقة صح واليومين بالظبط واديني فرق. ايه اللي بيحصل للصوت ده؟ ألو ما هو يا بنتي الصوت مش واضح. طيب ألو ايوه اتفضلي كده سامعني يا بونا؟ كده سامع بس الصوت بيقطع. بس أنا طفيت التلفزيون. يبقى من هنا التعب. مش عارف. اتفضلي. بس يا بونا كل ما تخطب بقى كل ما تتخطب بعد ما اجي الشخص ابقى موافقة عليه تجيلي زي خنقة وافضل اعيط وابقى مش قادرة اتكلم وابقى مخنوقة ولازم ارفض الشخص عشان خاطر ارجع طبيعية تاني. حصل الكلام ده كم مرة؟ حصل اكتر من 4 مرات يا بونا. 4 مرات. ودلوقتي حاليا بتعالج نفسيا عند الدكتور بسبب الحالة دي وبرضه ما فيش فايدة يعني على طول تعبانة وحاسة ان انا مرهقة ومش قادرة اقف لا شوفي ودايخة. اجي. طيب شوفي قبل ما ايوه اصلي قبل ما اصلي ايوه يا بونا. انت عايشة حياة توبة؟ بصراحة يا بونا كل ما بتوب برجع اعمل خطايا تاني. طيب هو ده الحل، انك تتوبي دلوقتي وبعدين انا هصلي باسم يسوع المسيح. حاضر يا بونا. الشرط الاول نتوب، توبة. أمين يا بونا. فكلمي المسيح. حاضر يا بونا. أنا عايزاك يا بونا كمان تصلي لي عشان ربنا يعمل استني حاجة. بس بلاش ابونا دلوقتي، بقول كلمي المسيح وقدمي توبة حقيقية. اتفضلي. حاضر يا رب أنا بشكرك على كل حاجة في حياتي إن كانت حلوة أو وحشة أنا بشكرك عليها. وبجد يا رب انا بطلب منك انك تقويني ان انا ارجع واعيش حياة توبة معاك تاني. تخليني ابعد عن كل حاجة وحشة بعملها او عملتها سامحني عليها. عايزاك يا رب تيجي بجد وتملى حياتي تسكن فيها لان بجد يا رب محتاجة لك. محتاجة انك تبقى معايا في حياتي. محتاجة ان احس بفرح من عندك يا رب محدش يقدر ينزعه مني تاني. يا رب ارجوك انا عايزاك في حياتي. عايزاك تغيرني. عايزاك تخليني إنسانة جديدة إنسانة ما تعرفش غيرك. قلبي وعقلي ما يبقوش مشغولين غير بيك أنت بس يا رب. سامحني يا رب على كل اللي فات مهما كان وحش أنا عملته. أنا بطلب منك إنك تسامحني وتقويني أنا إن أنا أعيش حياة التوبة معاك دايما يا رب لأن من غيرك مش هقدر أعمل حاجة لكن أنت يا رب اللي في إيديك كل حاجة. أنا بطلب منك يا رب إنك بجد تيجي وتزور حياتي تملاها بنعمتك ومحبتك الله الله يا رب. بجد انا محتاجة لك جدا. انا يمكن ما عنديش اب ولا ام لكن انت ابويا وامي الله. وانا ماليش حد غيرك يا رب. الرب سمع وأمر بالبركة، وأنا هصلي باسم يسوع المسيح قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحي. أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد إنجي بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. وربنا يفرح قلبك من النهاردة، وأنا فرحان أوي والسما فرحانة بيك. يلا معانا وجدي من حلوان. أيوة وجدي الاتصال اتقطع. معانا رضا من المنيا. الو ايوه يا رضا. ايوه يا ابونا. نعم ربنا يخليك يا ابونا. تعيش يا ابونا. انا رضا من كنيسه شغال في كنيسه. كنت فين يا ابونا؟ لا بقالي 20 يوم بقالي 20 يوم ما بروحش الشغل. ليه؟ كان جيت كشفت على بطني
فلقيت عندي القولون ومش قادر بس مصاريني كده والدنيا ملخبطه معايا شويه، فرحت لدكاتره كتير يا ابويا. وبعد كده في دكتور قال لي انت عندك كورونا واقعد في البيت، قعدت 15 يوم معجوز في البيت. وبعد كده رحت عملت تحليل قال لي خلاص كده انت ما عندكش كورونا بقيت كويس، بس طالب منك منظار على جزر المعده وعلى القولون نفسه. فانا عاوز اعمل القولون ده ومتخوف جدا يا ابونا. انا متمسك في ربنا، ايوه وانا مؤمن بربنا ومؤمن بالمسيح ان هو بيتي، بس انا عاوز صلواتك يا ابونا ان لو عملت المنظار ده ما ينفعش في حاجه وحشه. امين. وارجع لشغل تاني يا ابونا. امين. مصر القديمه يا ابونا في اسم يسوع ترجع بالسلامة. تعيش يا ابونا وعاوز صلواتك. انا الجمعه اللي فاتت يا ابونا معلش برضو حطيته ميه مصليه، كان عندي وجع جامد في جنب الشمال وحطيته ميه قدام قدسك. صباح الثاني يوم على طول الوجع ده خف خالص نهائي، يعني وجع بسيط ثلاث ايام دلوقتي، بس الدكتور مصمم على المنظار ده. طيب يا رضا يا رضا اتفضل يا ابونا اتفضل. انت فين من المسيح؟ ربنا يخليك يا ابونا اكبر يا ابونا. انت فين من المسيح؟ انا نفسي ابقى في المسيح يا ابونا. وإيه اللي منعك؟ أنا عايش في كنيسة، عايش في كنيسة، بس أنا الشغل ملهين بصراحة، يعني شغل ملهين، مع إن أنا عايش في الكنيسة ليل ونهار وبايت فيها وقايم فيها. في خطايا؟ يعني كانت بسيطة يا أبونا والحمد لله، يعني تبت عنها ورجعت عنها. يعني دلوقتي عايش حياة توبة؟ عايش حياة توبة، ونفسي إن أنا أقابل المسيح وأنا صافي وبيتي كله يبقى خالص من كل حاجة. آمين. امين في اسم يسوع. وكنت نفسي ان انا اصوم ما صمتش السنه دي عشان قالوا لي امشي على المسلوق ومش عارف ايه وابعد عن الفول والتوابل والحياه دي كلها. كان نفسي ان انا اصوم له وزعلان قوي ان انا ما صمتش. معلش ربنا معك يا ابني ويبارك حياتك. معانا بنت الرب من امريكا. ايوه الو الو ايوه يا ابونا مكاري. سلام سلام. أنا بتكلم من أمريكا يا أبونا، وأنا بطلب صلاة خاصة من أجل الشباب وأولاد أمريكا اللي بيضيعوا بسبب الميديا وبسبب إن هم بيقلدوا الناس بتوع أمريكا. ولاد كتير قوي جالهم أمراض نفسية وبياخدوا مرجوانة وبياخدوا دراجز، وإحنا هنا مش عارفين نعمل حاجة. انا بعاني، ده انا عندي 30 سنه وفجاه قالوا لي ان هو عنده مرض نفسي بسبب زي ما تقول كده ارتباك في الحاله المزاجيه. وللاسف الشديد المرجوانه بقت ليجل، بقت قانونيه، فكانت النتيجه ان هو بدل ما ياخد الادويه بقى ياخد المرجوانه وياخد الكحول. وكل الواحد ما يحاول يكلمه يقول لي يا ابني لازم تاخد الدواء توقف الحاجات دي، يقول لي دي قانوني، مش مشكلتك، انا عندي 30 سنه. وفي اخر النهايه راح ساب البيت ومشي. بنقعد بالايام والليالي ما نعرفش عنه حاجه، ولا نعرف هو عايش ولا ميت. حالنا صعب خالص، كل المشكله ان هو عايز ياخد. بكلم الدكتور بتاعه النفسي يقول لي لازم ياخد الدواء، هو بياخد المرجوان عشان ما بياخدش الدواء. في حاجات كهرباء كده بتزيد في المخ. نصلي من أجله. المهم أنت تكوني عايشة مع المسيح وتوصلي المسيح لكل أحد، وربنا يكون مع أولادنا وبناتنا في أمريكا وفي كل مكان في العالم. ونرفع صلاة للرب اللي حاضر في وسطينا، ونقول له نشكرك أنك سمعت كل طلبة وأصغيت باهتمام شديد لكل واحد وكل واحدة، لأنك بتحبنا كلنا وعايز خيرنا كلنا وسلامتنا كلنا وخلاصنا كلنا. كرامة ومجد ليك، اقبل شكر قلوبنا يا طيب يا حنين، كل السجود بين يديك. أشكرك إنك سمعت كل طلبة وأمرت بالبركة. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية
الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة، مجرد ما أذكر اسم المسيح كل روح مضادة تخرج وتغادر الأجساد باسم يسوع المسيح الناصري. قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.